وتتناسل حول الملقات البيضاء والتشينجي. المضمون ديال الشكايه اللي وضعته وبغيت نوضح شي حوايج محضر. السلام عليكم اخي الكريم، شكرا بزاف. اليوم بعدا تم الصفة ديالي يا رشيد معروف مول طورنوفيس موثق وطني المنظمه المغربيه لحريه حقوق الانسان. جينا يعني من بعد ما تم وضع شكايه من طرف الاخ ديالنا محمد السكاكي المعروف مول الكاسكيطه كموثق اقليمي للمنظمه، وضع شكايه بالتجار بالبشر وكذلك السب والاهانه ديال الاساسي ديال المحامين. فدخلنا على الخط كمنظمه الى جانب مجموعه من الشكايات اللي توضعات ضد هذا السيد هذا، لانه اولا يسيء للمجتمع المغربي ويسيء للوليدات ديالنا ويسيء للبلاد ديالنا بهذاك المحتوى اللي كيقدم بالسب والشتم بالحركات ديالو بزاف ديال الحوايج. حنا كمنظمه يعني الحريات من حقه انه ياخذ الحريه الكامله في داك الشيء اللي بغى، ولكن هذا الشيء ما يسمحش لي انه ينتهك حقوق وحريات الاخرين وانه يسب الاخرين. ملي كنتكلموا على السب، هذا السيد راه سب هيئه الدفاع، سب الساده المحامين والمحاميات اللي حنا كحقوقيين دائما ما كنلقاوهم هما اللي كيوقفوا معنا جنبا الى جنب، دائما هما اللي كيازرونا، دائما هما اللي كيوقفوا بجنبنا وقفه رجل واحد. فهنا هذا هو الدافع اللي خلانا اننا نوضعوا شكايه ضد هذا السيد هذا، وكذلك من اجل اننا نبعثوا رساله اننا كمنظمه حقوقيه خدينا على العاتق ديالنا اننا غادي نوضعوا شكايه ضد اي واحد كيقدم شي محتوى يسيء من خلاله للمجتمع ديالنا والبلاد ديالنا. الجمهور عنده جمهور ديالو بغيت يمشي. الجمهور ديالو شوف، الجمهور ديالو متبعه يدبر راسه، ولكن راه ما يمكنش غادي نقولوا بان هذاك الجمهور ديالو هو المغرب. مش ما غاديش نقولوا بان اخلاق الجمهور ديالو هي اخلاق المغاربه وما ادراك منهم المغاربه. الاخلاق ديال دوك المتابعات ديالو ماشي هما اخلاق المغاربه كاملين. يعني كل واحد راه عنده جمهور، ولكن راه مول الذهب عنده جمهور ومول الحاج جريل عنده جمهور، غير هذا عنده ناس راقيين وعنده ناس المستوى وهذا عنده الخرده. حنا هذا السيد هذا المتابعه ديالنا القضائيه في حقه من اجل تنظيف الميديا المغربيه، ومن اجل اننا نرسلوا رساله لكل اصحاب المحتوى ان اي واحد غادي يقدم شي محتوى رديء فيه السب والشتم والاهانه للاخرين غادي تكون توضع ضده مباشره شكايه امام انظار النيابه العامه. المتغى والمضمون ديال الشكايه كيف ما سبق وقلت التجار بالبشر حسب التسريبات اللي تسربات ديال الاوديوات، وكذلك السب والشتم واهانه الساده المحامين. التجار في البشر التجار في البشر راه داخله فيه، راه ملي بما نطرقوا بزاف ديال الحوايج راه داخله في التجار في البشر، هذيك تجاره بالبشر. اليوم اكيد المحامون ما بغوش يترافعوا عليه، كلشي يرفض انه يعني يتازر، يعني لسانه ما دار، لسانه ما قال. كنعرفوا مزيان شنو قال في حق هاد الناس، ما بغيتش نقولها انايا احتراما لهم، ولاني اكن لهم كل الاحترام والتقدير، لان فيهم خوتنا ووليداتنا وفيهم الناس اللي بحال والدينا. هاد السيد هذا داك السب اللي قال بحقهم اليوم ما لقى اللي غادي يدافع عليه، يعني ما لقاش ولو محامي واحد يدافع عليه. ولكن مع ذلك كمنظمه حقوقيه كنتمناو انه يتوضع لي شي محامي. علاش؟ باش ما يقولش بانني تحاكمت في ظروف غير قانونيه او ان او غير دستوريه. هادشي علاش كنتمناو انه يتوضع لي شي محامي يدافع عليه. رسالتكم لاصحاب السوشيال ميديا اللي كيقولوا التفاهه، ماشي التفاهه، التفاهه بوحدها صحيح، الاساءه للمغاربه صحيح بوحدها. لا شوف، الرساله ديالنا احنا كمنظمه حقوقيه غادي تكون واضحه، هو اننا سنضع شكايه امام انظار النيابه العامه ضد كل صاحب محتوى يقوم بالسب والشتم واهانه الاخرين او كيعلم وليداتنا شي حاجه ديال قله الحياه، لاننا كبرنا في مجتمع محافظ. المجتمع المغربي كنعرفوا مزيان بان الراجل راجل والمراه امراه. للاسف الشديد كنصادموا بواقع اليوم واحد الفئه اللي خرجت لينا وعندها الوجه انها تبان في الميديا اللي هي ما مع هادو ما مع هادو. تم الانصار ديال المراقبه على السوشيال ميديا والمحتوى ديال السوشيال ميديا. تماما تماما، علاش؟ لان هادشي كيأثر سلبا على الوليدات ديالنا،
بينما الا كانت المحتويات في المستوى فهذا الشيء راه غادي يعطي الايجابيه وغادي يخلي وليداتنا انه يعني يترفعوا ويستافدوا يعني ويتنمى حتى الذاكره ديالهم والفكر ديالهم. المتابعه اليوم وانتم كمنظمه حقوقيه الرهان ديالكم هو ان ما يبقاش هذا التفاهم. تنظيف الميديا المغربيه من التفاهم، تنظيفه ان شاء الله. رسالتي الأخيرة غدا تكون الوالدين أجل أنهم يراقبوا وليداتهم، وبخصوص هذيك التفاهة حنا كمنظمة غادي نبداو نحاربوا، غادي نبداو نوضعوا شكايات ضد الناس التي تسيء للآخرين وكتستغل الحرية ديالها من أجل انتهاك حرية الآخرين، فغادي يبقى فقط الدور ديال الجمعيات والمجتمع المدني من أجل أنه يساهم في هذه النقلة إن شاء الله النوعية من محتويات رديئة ومسيئة إلى محتويات إن شاء الله تكون إيجابية ومفيدة. وشكرا. ضعف التكويني ديال مثل هاد الأشخاص هما اللي كيخليهم يخرجوا بهذا المحتوى. بيان سور ضعف التكويني، لأنه ما يمكنش شي واحد مكون أو إنسان في المستوى أو قارئ أو واعي غادي يدير مثل هذا المحتوى، أكيد لا. واش كاين واحد النوع من التسهيل من طرف هاد السوشيال ميديا للوصول إلى هذا المحتوى؟ طبعا سهل، طبعا سهل أنك توصل لهذا الشيء. زائد ان للاسف الشديد البعض كيدعم وكيدفع من اجل ان هذا الشيء يزيد انتشر. وشكرا جزيلا.